أين أرين مهمة أين سكوني مي دافور كحن سكوني مي هرتيات كا أما محن كل هذا أي هي أدينا لالين تا تيادة رمتي واحد أولاد كا تا مركدين عكا يقتو وحن كهلين ودين به هيد وده الدين أي هيد مركدين عكا يقتو وأيو إلهي سبحانه وتعالى نبي دمبو صادري إنه تيادة جناسية وأجو نبي شعيب وي نبي شعيب عليه السلام وعكسر دحب حي قوم كرير مدين أيو كسر دحب حي وحي قوم خير بدن له وجناسية كهر مري وحرفانه بروح بلابين إن الميزان كي أي يريان مثلا حقة وشرو ألعبت الميزان أيو أي سيسار شنويت حقايا السلسلة ده أي رعين شرين دقح يو حلمنا هدوه هالكلامه يو حلمي سيغنا قلان كي خوست كسور ريح شرين سو يرى هذا فوليوم ك كتيرة أما يرى هذا إن أنتو قاضي قلانكو إلهي سبحانه وتعالى النبي قدام بو صدري إنه كله الله وكل يقوم كيسي خير باكو سوغنتين وقنعس عن بهاي ستان برواق هاي ستان لكن لا تنقص الميزان الكيلو والميزان ميزانك يو ميسدة يو ميزانك ميزانك هو مكدا عبر سب أثار سو كفدي يو إلى كفودي يو ميزان مرة وحويان ومكياله وقلانك يو دقلي دي يو وحلا متكها أنت أس أيو شيء أيو شيء غير أنا كعيارين وأنا بتبادين وخير بدم بهاي سنة إلى ليان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سوق سوق قد حمرية مرك تستين كلام رية بان حفظ استيو نبي جينا سوبن صلى الله عليه وسلم سوق سوق قد حمرية أيو عنتون هاي أو جروي وحي هيد با أيو مرك رسول قعنت قلي سوق كتش جرينية مرك رسول ما هذا يا صاحب الطعام ونك أنا وحي بني وعنت يبني وحي وحنو بيان وام حي وحي نبي الله أصابت السماء حالة يروقي وأنا هلايو دبت الساسان أيجو قيدي بوري مركاسا وحي ردوم ما كلا سارتي دو كونكسن قلالان يكن قوي ما كلا سارتي ومت بقاروي بيش ما حاسو لحق رسي غش بين غونيسا نبي قول حوري من غشنا فليس منا قفك أن خيامة يا نقم من مامركا قناعسيقا أما تريين تلو تريين وحي كبت بادين إيسا دادك إلا خيامة يو مركا دين تي لهي والقودق ميوي حتى إلهي سبحانه وتعالى عمل كي نصوبنا إنو سمينا إنو ما هو كليا ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلهي وحي وأبو غري قيرد ينولوشا سور تبارك آية الله بات خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلهي وحي نولوشا أسمي يبقى جيدة با إنو يدكو انتحامو كينا يقو عملو ناكسن عملكو ما هكي آخرو صلاة دي صوم كي أوكلي ماها لكي وحي نولوشا دي إنو تغيسو أود بين شيئين وأد حقك شكتو واحد يبنيسو أود واحد لسي سوان بس ما ينسو حقك شكتو أي آيات داسو تلماميسا آخرنا يلقو أبالينا يو أي تلماميسا الدوية دانا يدكو هايسو يا عقاب يا عقوبة كودا عايسو أيالك كم مغانيسا بركة إلهي سبحانه وتعالى وحي أمده وصو صاري انتو لو حقارتك إني أفكرتو سيدي أهور مر لهايد عافماتك بالعلاقة شكي كوتشرة وحا كوتشرة بدقابك قاديدك وحا كوتشرة بدقابك دسمها وايو مركا انجينير ان تايل هين كو سو بخو اي تعليمتي سخون تahay او تعليمتي بلا تايلنيه مركا سو كلا واخ لا تايلنيه مامل وناغي دولتنمده اي لا تايلنيه او هيادن بينو سميسناي كوميشن دانو مامل وناغ غلاي دهو او دبا غلا مسوماسق اي وخي لا هل مالا اي شقاد يو سيدي لو باهنا ان او هرغلين ام قون بخين تاسلفته وا تايو لا تايلنيه دولتنمدي تايل تايلني واخ برشدي تايل تايلنيه عافيمادكي تايل تايلنيه دسمهي inta soo dhaw waxa soo galay anuu quality control ka anuu dhin aan ka soo galay ma hada islaan cuto culimada diintu qaab khaas ah ma u leedahay wax laga yaaba in is weydiisan nabiga xeerbu ka dhigay sallallahu alayhi wasallam fiqi la yiraahdo waa maxay markay gowracayna udhada midalan day wuxu halbeeg baa loo sameeyay waxa la yiraahdo udhadi waxa la gowracaya neef haduu yahay riyana wax bilow weyn u jira أحنا كذا سند وين وشرا هدو يه إذانا لح برد وين وشرا وين أنا ودكت قانين وين أنا بوكين وين أنا إلكو خدادنين وين أنا وهاي مثل عنكرا أو لو حنون إسم بدي سنة أما مريض أبوكا وهل بيك مركاو حسوا جلسة كوالتي كنترول وحكاوا لنا لفري محن عناينا محن عناينا إما كوا حلقة شكل بريسي ودي عنتا يو حلم بلا هلب كلاس ودينية هلب هو كي مادة وهو كي مادة كوان نذين وكي مادة كوانكي تسين بالو سمايا سمينا الحلال الطيب
wasaaradda caafimaadka ay xoolahuna tayibkiisa bay jeegaraynaysaa inaanu bukin oono hayn neef xanuunsanaya ama cudur qaba oo iska soconaya. Wasaaradda diinta oo qabto maxay eegaysaa in lagu gowracay xalaal u yahay oo bisikii loo qabtay loo kibaartay. Waxa dhacday annagoo ku jirna test kala shaqaynaya ka baran muxuu ahay kawaanka caalamiga ah ku yaala Burco, Soomaaliland iyo Maleysiyaanku wada leeyihiin runtii. Axmed uu ka mid yahay odayaashooda ayaa waxa la geeyey tababar wasaaradda qayb ka mid ah si ay u bartaan sida loo gowracayo oo yaqaanaan, laakiinse bal sidii sharciga ahayd neefka intaa loo kaadinaya si dhiig uga soo baxo oo noqdo neef muxuu ahay dhiig aan ku hadhin, waayo neefka dhiig ku hadho inta badan wuu xorqurmaa amba maxaan ku lahaa deemo xaalba maaha. Haddii ilaada la toogto isagoo dhiiggi ku jiro dhiiggi daman masfuuxan dhiigan daadan ee ka soo baxaya oo xaaraana in la cabo, in la isku dabiibo, in lagu foolnoqdo si jinku ayay qodan qaarkood ay isticmaalaan asxaabal jinka iyo jinka lagu kala shaqaysta ay ugu meedhaan qofka buka dhiig xaaraana ila dhiig waa nijaas. Dhiigaa ka soo baxaya xooluhu hadduu dhikaaga meedho waad ka meedhaysa, waa nijaas, ku tukan maysid, waa iska meedho. Marka waxaa la eegayaa intii uu rafan karay waa imisa shan daqiiqa la sugaya inuu rafaq dhammaysto oo dhiiggu ka soo wada baxo, markaasuu noqonaya xalaalan tayiban. Dadka qaar baa markay gowracayaan bismillah allahu akbar ka hore markay yidhaahdaan wixii ka dambeeya hubayowday 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 ayay ku gowracayaan markay degdegaysan yihiin. Waa hilibka qaarkood laga yaabay qaarkeen cuno deeya ka mas-uula waxaa ka mas-uula marka tayadii iyo wasaaraddii diinta uu qaafto iskaashi wada leh ayaa ka mas-uula inay ogaadaan xalaalan tayiban ma yahay waxa aynu cunayn, gaar ahaan hilibka aynu cunayna ma yahay xalaalan tayiban. Marka meelo fara badan baa la iska soo gelayaayo hay-addan quality control-ku ama maaragtay ilaalinta tayada iyo halbeegyada oo lagu ilaalinayo maxaan ku lahaay heerteyeedka caalamiga ah lagu eegayo waa shay aad u muhiima. Anaguna waxba baan ka baran doonaa insha allah. Intaa idan waa ku biirinaynaa weyn ka wada shaqaynaynaa. Soomaaliland waxaanu rajaynayaa guul iyo horumar, baan u rajaynayaa ganacsatada waan ammaanaynaa nooc kasta yihiin oo runtii in badan imi ka shaqeeya sidee u tayeen lahaayeen markii hay-addii soo baxday halkan gaar la taagan tahay ay tahay dee muxuu nalay ilaalintii ay u soo baxday qof kasta wuxuusa iska ilaalinaya dadkeena dad muslaama weligeed lamayn mudahayn dowlado kale oo anigu ganacsi baan ku soo jiray in badan baanu iska ilaalin jirnay in naloo keena wax taya hooseeya oo dadkeena waxyeelaya ayaanu iska ilaalin jirnay. Laakiin dowlado qaarkood baa noo keeni jiray hadday dawo tahay iyo hadday tahay cuntoba qaar tayadu hooseyso oo ay tuugo kusoo geliyeen. Marka runtii inay hadda u dhug yeelato waa ku ammaanaynaa, waanu mahadnaqaynaa dhammaantiinba. Wa maasantiin, jazaakum allahu khayra.